شكرا الكرام، السلام عليكم إلى هذا العرض المسائي السودان هذا المساء من قناة الشروق. نبدأ بالعناوين. إرجاء التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجهة الثورية إلى وقت لاحق. الحزب الشيوعي يعلن مشاركته في مليونية 30 من يونيو ويجدد مطالبته باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى أكثر من 8000 شخص. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت مصادر متطابقة تأجيل التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة والجبهة الثورية الذي كان مقررا له غدا السبت. يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تأكيدات طرفي التفاوض إلى حسم العديد من القضايا العالقة. وصرح عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في غرب كردفان أن التوقيع على اتفاق السلام بجوبا كان من المفترض أن يتم غدا السبت، إلا أنه لن يتأخر طويلا. وجدد حرص الدولة على تحقيق السلام كخيار استراتيجي للحكومة الانتقالية. وكان نائب رئيس الحركة ياسر عرمان كشف عن تأخير في ملفي الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة، وأكد أنهم على ثقة بأن التوقيع النهائي على الاتفاق سيكون ممكنا قبل نهاية الشهر الجاري. أعلن الحزب الشيوعي السوداني عن مشاركته في مليونية 30 من يونيو من أجل استكمال مهام الثورة ودعم الفترة الانتقالية والحكومة المدنية لإنجاز المهام المتفق عليها بإعلان الحرية والتغيير وتنفيذ برنامج البديل الديمقراطي. وطلب الحزب في بيان صادر اليوم الجمعة بالعدالة في تحديد الجناة المتورطين في ضحايا الانتهاكات في كل مدن السودان وتقديمهم إلى محاكمات فورية. وأضاف الحزب أنه يجب إشاعة السلام العادل والديمقراطي، وأمن الشيوعي على ضرورة نقل السلطة التنفيذية كاملة بكافة مهامها إلى حكومة الفترة الانتقالية، وشدد على إقالة الولاة العسكريين وتكليف ولاة مدنيين وتشكيل المجلس التشريعي ومجالس الولايات والمفوضيات فورا إنفاذا للوثيقة الدستورية. مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تناولت العلاقات الثنائية بين السودان وأثيوبيا. ووصف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الزيارة بالمثمرة، وأنه سيكون لها ما بعدها في مستوى العلاقات بين البلدين. من جانبه وصف رئيس الوزراء الأثيوبي عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لبلاده، وأشار إلى مستوى العلاقات المتميزة بين بلاده والسودان، ووصف الزيارة بالمهمة والتاريخية، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع السودان في كافة المجالات. ولفت إلى أن إفريقيا غنية بمواردها، ما يفتح المجال أمامها لمزيد من التقدم في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية. قال عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي إن مشاكل الحدود مع دولة جنوب السودان وأبيي ألقت بظلالها على ولاية غرب كردفان وخلفت العديد من الجوانب السلبية. ولدى لقائه بلاغاوا قيادات الإدارة الأهلية وتجمع شباب حقول البترول، جدد سعي الدولة لمعالجة قضايا أبيي عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى العمل على تعيين جسم تنفيذي لإدارية أبيي في مقبل الأيام، وتعهد بمتابعة ملف شباب حقول البترول بالمركز. من جهته أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي العمل على مراجعة الإدارة الأهلية من النواحي الإدارية والقانونية بإيجاد حل مشكلة الترهل التي صاحبتها من أجل تمكينها وإعادة دورها الحيوي. قمنا بزيارات لبعض المنشآت الحيوية و هي في غاية الأهمية. نشكر الأخ الوالي والحكومة في أنه في جهد مبذول كبير جدا. الزيارة الأولى كانت لقصر الضيافة، يعني في ده واحدة من المعالم الأساسية اهتمت بها هذه الحكومة، ونعتقد أنه ده منجز كبير. الآن في مرحلة يعني متقدمة جدا، مرحلة تشطيب نهائي.
وفي مدينة لاجاوا بولاية غرب كردفان جرى التوقيع على وثيقة صلح وتعايش سلمي على خلفية النزاع الأهلي الذي نشب الأسبوع قبل الماضي، وذلك بحضور عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ووزير ديوان الحكم الاتحادي يوسف أعظم الضي. وعبرت الأطراف الموقعة عن رضائها التام بما جاء في الوثيقة، وأكدت التزامها بتنفيذ بنودها والعمل سويا على إعادة اللحمة المجتمعية إلى سابق عهدها. مدينة لاجاوا تتجاوز الفتنة الأهلية، وأجواء التسامح والسلام تعم المدينة بعد توقيع وثيقة التعايش السلمي بين أطراف النزاع النوبة والمسيرية الزرق، والتي أكد الموقعون عليها التزامهم الكامل بما جاء فيها من مخرجات هذه الوثيقة التي سمعت بصورنا، نلتزم بها التزاما كاملا غير منقوص. ونناشد اخوتنا الشباب خاصة، افتكر الناس الكبار ما قاعد يعمل مشاكل، لكن الشباب ان يعملوا درس من هذه المشكلة التي مرت بنا، واخواتنا وبناتنا اللي يجلسن امامنا لا بد أن يغير ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام. نحن نؤكد في هذا المقام أننا سوف لا نكتفي بهذه الوثيقة، وإنما سيمتد الحوار بيننا الأخ الأمير صالح والأخ السلطان صالح الياس، سنقوم حوار فيما بيننا. لما تجي المطورة إن شاء الله تكون نحن جاهزين، كل الحواجز وكل العوائق وكل العثرات إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحن غادرون بإرادتنا أننا نزيل وأننا نمهد لأهلنا ما هو أفضل. رسائل قوية بعثت بها حكومة الولاية في بريد المتفلتين، وقطعت بأنها لن تتوانى في فرض هيبة الدولة ومعاقبة من يخل ببنود هذه الوثيقة. هيبة الدولة مطلوبة في كل مكان، قواتنا المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى تطوب إلى توفير الإمكانات حتى تقوم بدورها كاملا لفرض هيبة الدولة، ولن تتوانى بالإمكانات الموجودة في أن تفرض هيبة الدولة. فكان التعامل مع كل الأحداث في لاجاوا كان التعامل بحكمة وحنكة حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، ومن هنا نرسل الرسائل قوية لكل المتفلتين أننا لن نتوانى في أن نأخذ كل من يخالف ويهدد هذه الوثيقة. حكومة المركز أكدت رعايتها الكاملة لمخرجات الوثيقة ودعمها لفكرة مؤتمر الحوار الجامع، مشددة على ضرورة القبض على كل من شارك في الجريمة وتقديمه للمحاكمة. كل مخرجات هذا المؤتمر أو هذه الوثيقة فيما يلينا في المستوى الاتحادي إن شاء الله سنعاها وسنعرضها على مجلسي السيادة والوزراء، وسنتابعها متابعة شخصية أنا وأخي الدكتور يوسف. وأيضا ندعم فكرة المؤتمر الجامع الذي دعوت إليه، وإن شاء الله متى ما بدأتم هذه الخطوات أخي الجنرال عبد الله نحن معك. وتعتبر محلية لاجاوا منطقة تعايش سلمي بين عدد من المكونات السكانية أبرزها المسيرية الزرق النوبة والداجو، ظلت تعيش في تسامح مشهود طيلة عقود من الزمان دون أن تعكر صفوها أي نزاعات أو حروب. سعدية أبو البشر الشروق، ولاية غرب كردفان، لاجاوا. وإلى جنوب دارفور، حيث قال والي الولاية هاشم خالد محمود إنه خير البعثة الأممية بدارفور يوناميد بالقيام بمهامها أو أن تقوم بتسليم حكومة الولاية مكتوبا حتى تباشر ذات المهام. وقال الوالي خلال لقائه وفدا من هيئة محامي دارفور الذي يزور الولاية بهدف أداء واجب العزاء في أسر ضحايا أحداث معسكر كلمة إن حكومته تبذل جهودا لمعالجة الحادث. وكشف والي ولاية جنوب دارفور عن رسالة بعث
بها إلى بعثة اليوناميد الدولية المشتركة على خلفية أحداث معسكر كلمة للنازحين. وأضاف بحسب وكالة الأنباء الرسمية أن هنالك تدابير متعلقة بالمعسكر وفقا للاتفاق ساري المفعول مع بعثة اليوناميد. كشف آخر تقرير لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل نحو 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة وفقا لما أعلنته السلطات الصحية. وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقرير لها إن ولاية الخرطوم سجلت 222 حالة وبلغ إجمالي حصيلة الإصابات بكورونا في السودان 8316، فيما توفي 506 شخص بالمرض. وطالبت الوزارة بالتبليغ الفوري والالتزام بالبقاء في المنازل، وجددت السلطات الصحية الدعوة للالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان مكافحة المرض. وكانت السلطات السودانية مددت الحظر الصحي حتى 29 من الشهر الحالي. أعلنت غرفة عمليات الإدلاء والتفويج للسودانيين العالمية بمصر التأمين على أن تكون بداية رحلات العودة بعد غد الأحد على أن تتواصل حتى 30 من الشهر نفسه. واجتمعت الغرفة بالقاهرة بمندوبي شركات الطيران الوطنية السودانية الثلاث، وتم الاتفاق على عدد من البنود. وكذا الوزير والمفوض خالد إبراهيم الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للحصول على تصديق بالسماح لعدد مقدر من رحلات الطيران القاهرة الخرطوم، وذلك للمساعدة في إجلاء العالقين السودانيين. وقال الشيخ إن الأولوية ستكون للمرضى من المسافرين. وقف وفد فني أوفدته وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال دارفور إلى محلية كبكابية على الوضع الصحي بالمحلية والإجراءات الاحترازية عقب وفاة حالتين بفيروس كورونا، وذلك من جملة 4 حالات مكتشفة بالمحلية. ووقف الوفد على مستوى الخدمات العلاجية ومركز العزل المؤقت ومركز الحجر الذي قررت وزارة الصحة فتحه بالمحلية. وأوضح المدير التنفيذي لمحلية كبكابية عبد الرحيم محمد أن المحلية اتخذت كافة الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس. وفد فني وإشرافي بعثت به وزارة الصحة بشمال دارفور إلى محلية كبكابية عقب ظهور 4 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا. الوفد وقف على الوضع بمستشفى كبكابية ومستوى الخدمات وموقف الإمدادات الدوائية ومركز العزل المؤقت ومستوى التعامل مع الحالات المشتبهة. حس حاليا كده في 4 عينات موجبة، والأربع عينات الموجبة دي في 2 يعني توفوا وفي 2 أحياء لسه حس تقريبا يتماسوا للشفاء. الوضع الصحي هنا في كبكابية يعني قد يكون هش جدا جدا ومحتاج لمزيد من الدعم، ومحتاج من إنه المواطنين ذاته مزيد من الوعي. الوفد اطمأن على تجهيز مركز العزل والحجر من حيث البيئة والخدمات الأساسية والمعوقات التي تعترض خاصة في مجال الكوادر والتمويل لتسيير عمل المركز. الحمد لله في مركز جاهز، بس عندنا نقص كثير في الكوادر الصحية، عشان كده اليوم الليل المركز ما قادر يشتغل. ده المحك الرئيسي حقنا نحن. فأنا برجو إنه في أقرب وقت وزارة الصحة والجهات المسؤولة إنها توفرين كادر الصحي عشان نقدر نستقبل الحالات الجايانة. وفي الاجتماع المشترك مع سلطات ولجنة أمن محلية كبكابية والإدارة الأهلية، تعرف وفد وزارة الصحة على الجهود التي بذلت لمجابهة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية لإغلاق الأسواق ومنع الحركة البينية مع المحليات المجاورة. هنا تم قفل برضه حدوثنا مع أخواننا في سر العمرة والصريف ونيار والفاشر، وبرضه تم تاني برضه إصدار أمر محلي بغرامات كبيرة جدا جدا لكل الناس اللي نحن نلقاهم أنهم ما بنقلوا ركاب لمدينة كبكابية معرقين منها أو خاشين بها، إن شاء الله في غرامات كبيرة جدا جدا. مستوى من الرضا عن الإجراءات الاحترازية بمحلية كبكابية سجلها الوفد الفني الذي وعد بتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل الصحي بالمحلية مع التشديد على التطبيق الصارم للموجهات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
الحمد لله في تنسيق كبير بين اللجنة الفنية وفي أنشطة كثيرة تنفذت على مستوى اللجنة الفنية في كبكبية. نحن بنشكرهم كثير وبرضه نشكر مبادرات شباب أبناء كبكبية من الخيرين برضه لمساهمتهم في جائحة كورونا. كل الأنشطة مستمرة، فقط في بعض الأشياء اللي بتلي الوزارة إن شاء الله نحن هننفذها في الأيام الجاية، وبرضه في بعض الأنشطة اللي بتلي اللجنة الأمنية برضه اتبعنا معاهم وهم يلتزموا برضه ببعض الأنشطة أو بتجديد بعض الإجراءات الصحية على مستوى المعابر. تفاعل المجتمع بمحلية كبكبية مع لجنة مكافحة كورونا بالمحلية يعد مؤشر إيجابي لقدرة كبكبية لاحتواء فيروس كورونا في وقت وجيز، وهو ما راهن عليه كثيرون. ياسر آدم حسن، ولاية الشمال دارفور، محلية كبكبية. أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ وضع حماية المرأة في طليعة أولويات الحكومة، وخلال حديثها بمنبر وكالة السودان للأنباء اليوم أكدت اكتمال إجازة وثيقة إجراءات للتصدي للعنف المبني على النوع في السودان، وأشارت إلى أن وزارتها أطلقت خدمة الخط الساخن لتلقي بلاغات العنف المنزلي. وأعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية إعداد خطة وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، والذي أجيز في مجلس الوزراء الانتقالي في مارس الماضي خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. في هذا اليوم نحيي المرأة السودانية ونثمن نضالات النساء السودانيات وكفاحهن الطويل من أجل الحقوق والحريات، ونحيي النساء في معسكرات اللجوء والنزوح وفي مناطق الحروب والنزاعات، ونتذكر ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في السودان وضحايا الانتهاكات الجنسية التي جرت في مجزرة فض الاحتصام، ونؤكد لهن تضامننا اللامحدود معهن ومعهم، والتزامنا بالعمل الجاد للقضاء على العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في السودان. وكشفت لينا الشيخ عن مشروع قانون لتجريم العنف المبني على النوع الاجتماعي وإعداده في مواد تدريسية في مناهج الكلية الحربية، الشرطة والكليات الطبية والصحية والقانون، بالإضافة إلى دورات تدريبية للقوات النظامية المختلفة، وذلك للحماية من أنواع العنف في مناطق النزاعات بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني. رغنا في فبراير الماضي من إجازة وثيقة إجراءات العمل القياسية للوقاية من والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي في السودان، وهي خطوة مهمة لضمان تقديم منظومة متكاملة من الخدمات عالية الجودة للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع والحد من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي فيه. كما أطلقنا خدمة الخط الساخن لتلقي بلاغات العنف المنزلي بالتنسيق مع وحدة حماية المرأة والطفل بجهاز الشرطة والنيابات المتخصصة. قدرت خسائر حريق شبة بالولاية الشمالية نهاية الأسبوع بأكثر من 2000 نخلة غالبيتها مثمرة، إلى جانب تلف عدد من ماكينات وأليات ضخ المياه للمشاريع الزراعية. وامتدت آثار الحريق الذي نشب بجزيرة صاي بوحدة عبر الإدارية التابعة لمحلية حلفة إلى منازل بالقرية، وساعدت شدة الرياح في امتداد الحريق لفترة طويلة قبل إخماده. وأوضح مدير وحدة عبر الإدارية وليد خليل صالح في تصريح لسونا أن الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة، وأكد مدير الوحدة أن هنالك لجنة مختصة للحصر بالوحدة لرصد الضرر الذي نتج عن الحريق. تواصلوا معكم في هذا العرض الإخباري وفيه عقب الفاصل. بنك السودان المركزي ينفي صدور قرار في برامج صيرفة عبر الموبايل. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والعالمية. تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى 150 ألف يوم الجمعة بعد زيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال الأيام العشر الماضية. وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة اليوم الجمعة بجانب ما يقارب 2000 حالة وفاة، وتجاوزت المملكة حاجز 100 ألف حالة إصابة بالفيروس في 7 من يونيو. ومن المتوقع أن ترفع السلطات في 21 من يونيو حظرا فرضته على مستوى المملكة للحد من تفشي الوباء. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يوم الخميس أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية بعد غد الأحد. كما قرر مجلس الوزراء تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين ليبدأ من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباح يوميا اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل. كما قرر مجلس الوزراء رفع العزل التام المفروض على مناطق حولي والنجرة وميدان حولي والقطع المعزولة في منطقة خيطان، وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت إلى 38,074 مصاب، وحالات الوفاة بلغت 308 حالة. قال مسؤول أوروبي كبير بقطاع الصحة إن حكومات أوروبية تعكف مع الولايات المتحدة على دراسة خطط لإصلاح منظمة الصحة العالمية، وأشار إلى أن الأوروبيين لديهم بعض بواعث القلق التي دفعت واشنطن لإعلان عزمها الانسحاب من المنظمة. وأشار المسؤول إلى أن الإصلاحات ستتضمن تغييرا في نظام تمويل منظمة الصحة العالمية حتى يكون التمويل طويل المدى بشكل أكبر. وتابع المسؤول أن الهدف من ذلك هو ضمان استقلال المنظمة، وذلك في إشارة واضحة للمزاعم بأن المنظمة كانت مقربة للغاية من الصين أثناء تعاملها الأولي مع أزمة تفشي فيروس كورونا أوائل العام الحالي. ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني الألماني فوكس أونلاين اليوم الجمعة أن من المتوقع أن تظهر أولى النتائج التجريبية للقاح لفيروس كورونا تطوره شركة كيروفاك في غضون شهرين. وذكرت كيروفاك وهي شركة غير مدرجة في البورصة الألمانية هذا الأسبوع أن أولى النتائج الملموسة قد تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر. وفي حال كانت الظروف مواتية فإن العقار قد يحصل على موافقة بحلول منتصف العام القادم. قالت ثلاث مصادر إن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء أحدث مواجهة في جنوب اليمن بين الحلفاء، وذلك في وقت يتصاعد فيه العنف مع حركة الحوثي. وقالت ثلاث مصادر على علم بالتطورات ومنها مصدر من الحكومة وآخر من المجلس الانتقالي الجنوبي إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة توسطت فيه السعودية في نوفمبر الماضي لكن تنفيذه تعثر. وفي إبريل أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في عدن المقر المؤقت للحكومة وفي مناطق أخرى في الجنوب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين. طالب مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة طالب إيران اليوم الجمعة بالكف عن منع مفتشي الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون بشكل كامل مع الوكالة حسب ما قال دبلوماسيين حضروا الاجتماع. وقال الدبلوماسيون إن القرار هو الأول الذي يصدره مجلس المحافظين منذ العام 2015 ومنذ تطبيق الاتفاق النووي، تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوت مقابل اعتراض عضوين هما الصين وروسيا حليفتا إيران وامتناع آخرين عن التصويت. وتشتبه الوكالة في أن هنالك أنشطة يحتمل أن تكون لها صلة بتطوير أسلحة نووية نفذت في أوائل العقد الأول من القرن في هذين الموقعين.
توفيت جين كينيدي سميث آخر من كان على قيد الحياة من أشقاء وشقيقات الرئيس الأمريكي الراحل جون إيف كينيدي عن عمر يناهز 92 عام. ودخلت جين كينيدي سميث معترك السياسة بمساعدة شقيقها جون في حملته لنيل عضوية الكونغرس في العام 1946، وساعدت الراحلة جين في قيادة مسعى مدعوم من حكومة أيرلندا لمنح جيري آدمي زعيم حزب شين فين الذراع السياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي، تأشيرة دخول الولايات المتحدة بعد مؤشرات على انفتاح الجماعة على دخول مباحثات بشأن التخلي عن كفاحها المسلح لإنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية. أما أخبار المال والأعمال، حيث قال بنك المركزي إنه لم يتم إصدار أي قرار أو منشور بإيقاف برامج الصيرفة عبر الموبايل، جاء ذلك ردا على أنباء أشارت إلى أن البنك المركزي وجه شركة الخدمات المالية المصرفية بإيقاف برامج الصيرفة عبر الموبايل لكافة المصارف العاملة بالسودان وحتى إشعار آخر لوجود مشاكل تأمينية بهذه البرامج، ونفى يكون هنالك خللا أو مشاكل تأمينية في برامج وتطبيقات الموبايل المصرفي لأنها تمر بمراحل اختبارية تفصيلية تتعلق بالتأمين والحماية. وأوضح البنك بحسب تعميم صادر اليوم الجمعة أنه لم يصدر توجيه بذلك، وأن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية. أعلنت الهيئة القومية للطرق والجسور إغلاق طريق مدرمان بارا اعتبارا من بعد غد الأحد بغرض إعادة التأهيل والصيانة للطريق. وأوضح المدير والعام للهيئة القومية للطرق والجسور إيهاب محمد أن إغلاق الطريق يأتي في إطار خارطة عمل طوارئ الخريف، ونوه إلى وجود أخطاء كارثية في المواصفات القياسية بجانب مسار التأخير في بدء أعمال التأهيل والصيانة. وقال ممثل غرفة الشاحنات إن 90% من الشاحنات وفي ظل الوضع الراهن لطريق مدرمان تحولت إلى مسار طريق الخرطوم كوست الأبيض، مؤكدا حرصهم على سلامة المواطنين. رياضيا، تترقب الأوساط الرياضية صدور قرار من الاتحاد العام لكرة القدم حول مصير الموسم الرياضي بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا التي فرضت على البلاد وقف التجمعات ضمن تدابير احترازية للحد من المرض. وعلى الرغم من وجود اتجاه داخل الاتحاد العام للكرة لاستئناف رياضي، لكن أوساط رياضية أبدى رغبتها في قدرة الاتحاد في توفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لاستئناف النشاط الرياضي. وكان اتحاد الكرة عقد اجتماعا مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة، لكن الاجتماع لم يخرج بقرار نهائي حول مصير الموسم الرياضي. أعلن قطب النادي أو قطب لنادي المريخ العاصمي تكفله بإعادة قيد ثنائي الفريق الأول رمضان عجب ومحمد الرشيد، وذلك استجابة لمبادرة لجنة الحراك المريخي. وقالت مصادر صحفية إن اجتماع انعقد اليوم الجمعة في حضور مرشح رئاسة النادي عصام جدالة إلى جانب عدد من الشخصيات بلجنة الحراك المريخي. وحضر الجلسة لاعبان رمضان عجب ومحمد الرشيد، وبحسب التفاصيل فإن لجنة الحراك المريخي توصلت إلى اتفاق مع رئيس النادي آدم سوتكال يقضي بتكفل مرشح رئاسة النادي عصام جدالة بإعادة قيد اللاعبين رمضان ومحمد الرشيد. عين نادي الأمل العطبرة أحد أندية الدوري الممتاز عمر تينجا مدربا للفريق في المرحلة المقبلة خلفا للمدرب السابق كفاح صالح. وقال رئيس النادي جمال حسن سعيد إنه تم تكليف تينجا بالشأن الفني للفريق، وإلى جانبه نبيل جبريل في منصب المعد البدني ولؤي محمود موسى لتدريب الحراسة. وأوضح جمال حسن سعيد أن مجلسه يثق في قدرات المدربين الجدد متمنيا لهم التوفيق. ويتواجد نادي الأمل عطبرة في المرتبة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة. مشاهدينا الكرام، ختام هذا العرض، نعود ونذكر بالعناوين.
إرجاء التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية إلى وقت لاحق. الحزب الشيوعي يعلن مشاركته في مليونية 30 من يونيو ويجدد مطالبته باستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى أكثر من 8000 شخص. انتهى هذا العرض الإخباري، شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.